هذا فرع الشموع ما سالفكم الريحة تخبل هنا أنا. هذا كلش يعجبني الريحة مالته انواع تخبل بالريحة. نخليها بالبيت نشغلها كلش ريحتها طيبة تصير. هاي تتخلى مثل ال يعني بالزاوية بالبيت. هاي كتب حلوة نواح الكتب يعني هاي الثلاثة وعشرين عجبتني تصاميم الكتب. هاي تتخلى بالباب. ساعات هاي الساعات الحلوة خلنا نروح لهذا القسم قسم الزوالي. قسم الزوالي عمل أفلام مشهورة بأمريكا طبعا الأطفال يحبوهم. مثل التحفيات هنا أنا. أو مثل التابل لامب. هذا قسم المخادير. كلش تعجبني شلون المخادير حلوة. هاي مداد حاط بالغرف. هذا قسم المخاديد. هاي شنو هاي مال مادة بالبيت حاطة. هاي ألوانها. هذا قسم المخاديد طبعا هاي لمشيكم عليها. هاي صار كلش ملمسة كلش حلو. مدال هاي احسن طلعت زبل. هاي مثل البطانيات بس تصير البطانيات تختلف تصير مثل الخفيفة بس ملمسها كلش حلو يعني. هذا اللون حلو. ما حلوة للأطفال يعني تقريبا الفراش صار هيك شكلها يعني انت فراشها صار هيك شكلها. هاي مثل الكريسماس. أحلى شيء بأمريكا إنه أجواء الكريسماس تشوفها هنا أنا. يعني تشوف الفرحة تشوف الناس فرحانة بهذا الكريسماس وتحتفل. تشوف كل هذه الأشياء نحاول يبرزوا لك إياها بالماركت. هذا المطبخ خدمات مطبخ. مثل هاي حبيتها مثل تقطع عليها بس تصميمها حلو.
وش الشكل يعني مجرد مو. تخيل هذا كلها شامية، أنواع أنواع شامية بالسنيكرز، شامية بالكل أنواع هذا الشيبس. هاي اللي تقطع عليها الأكل تحته يسموها. هاي تخلي بيها شغلاتك مكتبيات يعني. هنا الأمريكان كلش يحبون ال يعني المطاريات والشغلات اللي يحطون بيها مي ويحطون بيها شاي، فتشوفهم يعني كافة الأنواع. تخيل هاي كلها أنواع مطاريات كلها من هنا لهناك. تخيل تخيل بعض الأنواع يحبون هي الشغلات لأن يروحون للعمل، فمن يروحون للعمل يحتاج إنه مي، فما يستخدمون أي بطل لأي شخص، لا بطلهم الخاص للمي. فتخيل هذا أكو ناس يعني أكو أشخاص يروحون يعني هذا تقريبا كل كبير يعني تباعوا عادي، فأكو ناس من يروحون للعمل يعني يطار يوم يومين يعني مي يعني يشرب اليوم كله بهذا بالشغل مع الساعة. شوف إيش كبره هو، فما ما يعطش حتى، او مثلا هو بشاحنه او مثلا. فتشوف هالكول هذا، اما هذا قسم البطانيات كافه انواع البطانيات. كافه انواع البطانيات هذا هاي تخلي بيها شغلات مكتبية. هذا قسم مثل كريسمس يعني مال اللي مو يطبخون يروحون مع عائلهم، فيلبسون هذا انه يحتفلون من يطبخون انه هم بالكريسمس، فتشوفهم كل شيء بالكريسمس حاطين. هاي شغلات حلوة انت للمطبخ.